فالعقوبات نوعان، ومنها العقوبة المالية، فهناك عقوبة معنوية وهناك عقوبة حقيقية. فالحقيقية أما أن تكون جسدية، قد تكون مالية وهكذا. فإذا هذا نستفيد منه شيء مهم، أن الحاكم له أن يعاقب بالعقوبات البدنية سواء كانت على الجسد أو على المال، مع أنه بإمكانها أن ينهى عن المنكر من غير إيش؟ الكسر والإهراق، فقط بالإهراق. قالوا ألا نهريقها ونغسلها؟ قال إيش؟ اغسلوا. طب شو الآن صار؟ شو صار؟ نعم، أجازلهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما بين لهم أنه في عقوبة إيش؟ الكسر. شو خفف النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يجوز التخفيف العقوبات؟ نعم. لما؟ لما؟ أحسن. متى حصل الردع والزجر فالعقوبات زواجر وليست تنكيلا. فحصل الزجر وحصلت العقوبة والردع، فبالتالي لا حاجة للكسر الآن. أنت المهم مع أولادك أن تردعهم، وليس العبرة أن تضربهم. زوجتك العبرة أن تردعها، قد تردعها بالكلام اللطيف، وقد تردعها بإعطاء الظهر، وقد تردعها بالكلمة الصعبة، وقد تردعها بالضرب غير المبرح، وقد تردعها بالهجران من البيت. أما ما نرى في هذا الزمان العكس، أن المرأة تردع الرجل، وأكبر سبب أن المرأة تردع الرجل ما هو؟ ما هو؟ ما هو؟ أنها زوجة وحيدة فقط، ما عنده غيرها مقطوع، فبالتالي تبدأ هي بردعه. بسيب لك الأولاد وبطلع، لا 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 لا. بينما لو عنده كمان ثلاث نسوان، مع السلامة، براحتك وارجع مدلله. فما تجرؤ أن تقول له بسيب لك الأولاد؟ تسيب لمين؟ ما عندي ثلاث نسوان مش قاعدات بدهن يشتغلن. تعال يا أمي فلان خذي لك ثلاثة، عندي قد ايش؟ ستة؟ اثنين اثنين اثنين. أما بس يكون ايش؟ زي واحد كان يحضر عندي دروس، وين يا فلان؟ يا شيخ تحرجنيش. شو محرجك يا زلمة؟ أخوك أنا، شيخك، أستاذك، يعني ما تزعل مني. طبعا كنا متقاربين في السن. قال لي والله يا شيخنا وأنت يعني شيخي وصديقي، بصراحة المرأة عندي حردانة ورمت لي هالولاد، والله ما انا عارف اسيبه ما اجي احضر الدرس. قلت سبحان الله، هذا جزاء ايش اللي عنده ايش؟ زوجة واحدة. زوجة ايش؟ واحدة. وانت حتى الواحد شو ماله؟ ما عندك، وصار عمرك 25 و30 و35 وبعضهم 40 وفي منهم 50 ولساته ايش؟ لسه الاولى ما جاتوش. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإذا هذا حقيقة، انتبهوا إلى هذا الشيء أحبائي في الله، وهو أن العقوبات في الإسلام روادع وزواجر وليست إيش للتنكيل.